وفي بلاد الرافدين أعلن العراق موافقته على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4 مليارات و600 مليون دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج. يبدو أن أزمات العراق لم يكتب لها بعد أن تنتهي، ففي وقت يسابق العراقيون الزمن لإنهاء الحرب على داعش للبدء في عمليات إعادة الإعمار وعودة النازحين، تتحرك الدولة مكبلة بأصفاد حرب الخليج وتبعات الاحتلال الأمريكي. فبعد مرور ما يقرب من 27 عاما ما يزال العراقيون يدفعون فاتورة غزو النظام السابق للكويت. الأمم المتحدة أعلنت أن العراق وافق على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4 مليارات و600 مليون دولار، هي آخر جزء من إجمالي مبلغ 14.7 مليارات دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج. المدفوعات العراقية كانت قد توقفت منذ أكتوبر عام 2014 بسبب تحديات أمنية ومشكلات في الميزانية واجه العراق خلال حربه على تنظيم داعش الإرهابي. العراق ما زال يراوح مكانه ما بين أزمات حرب الخليج والغزو الأمريكي وما تبعه من حل لمؤسسة الدولة إلى القاعدة وداعش وصولا إلى مساعي الانفصال الكردية. فهل يمكن لبلاد الرافدين أن تنفض عنها تاريخها المثقل بالأعباء لتتفرغ إلى حاضر ومستقبل أفضل؟